الخير. انا ولاء سلام. تخصص ادب. النهارده هحاول نفكر مع بعض في طرق جديده، طرق مبتكره ندرس بيها ماده الادب وكمان ماده السيفيلايزيشن لانها جزء لا يتجزا من الادب ككل. طبعا معظم الناس هنا بتدرس ادب، فانا عايزه اسالكوا سؤال. ايه المختلف في طبيعه ماده الادب عن المواد التانية اللي احنا بندرسها عندنا هنا في الكليه؟ يعني ايه اللي يخص ماده الادب لوحدها؟ ليه هي مختلفه؟ بتعتمد على الحكي اكتر، بتعتمد على الحكي اكتر، بتحكي لها بتسلسل زمني من اول مثلا عصور وسطى لحد عصور. تمام تمام. بتحتاج شويه فرصه للحكي، للحكي والقصه والناس تبقى شيطه والى حاجه. تمام تمام مظبوط مظبوط. ايه تاني؟ الادب مختلف في ايه عن اللينجويستكس؟ مختلف في ايه عن الاسمنج؟ مختلف في ايه عن الترجمه؟ ايه المختلف؟ لازم يقرا، لازم يقرا. تمام مظبوط. طيب ايه كمان؟ احنا لما بنقرا روايه او بنقرا شعر او بنحضر دراما، ايه اكتر حاجه بتخاطبها الحاجات دي كلها؟ بتخاطب الوجدان، بتخاطب المشاعر، بتخاطب الانسانيه في العموم. علشان كده الادب مختلف في طبيعته عن كل حاجه، وحتى مختلف في طريقه تدريسه عن كل المواد الثانيه. احنا في العموم كلنا او معظمنا درس ادب بطرق مختلفه. طيب احنا بقى لما بنيجي ندرس الادب، ايه هي الجولز او الاهداف اللي احنا بنبقى عايزين نوصل لها بعد عشان ندرس روايه او ندرس قصيده او ندرس مسرحيه او قصه قصيره؟ ايه الاهداف اللي احنا بنبقى عايزين نوصل لها بعد ما نبقى بندرس حاجه معينه من دول؟ ايه الاهداف اللي عايزين نوصل لها مع الطلبه؟ عايزين نوصل بيهم لفين؟ يعني مع الكالتشرز المختلفه اللي احنا بنحاول نعرفهم على الثقافة المختلفة بتاعت اللغة المختلفة اللي هم بيدرسوا الأدب بتاعهم. إيه تاني؟ ممكن يتعلموا من الموارد المعقولة في الستوريز اللي هم بيقولوها، أو في مثلا دي تيم أو دي تيم أنا عايزة أسلوب تريد التيم بتاعتي، مش مجرد دي هي الحاجات تبقى صحيح. إن هم يعرفوا الرسالة دايما من وراء كل عمل أدبي هم بيدرسوه. إيه تاني؟ بنعرفهم على الثقافة، بنعرفهم على الرسالة، يعني مقارنة برضو بين الأدب الأجنبي سواء إنجليزي أو فرنسي والأدب بتاعنا والمغزى من الرواية. ده شيء محترم جدا، لأن احنا كده بنقارن ثقافتين ببعض، فممكن الثقافة بتاعتنا مع الثقافة الغربية اللي احنا بندرس اللغة بتاعتها أيا كانت، إنجليزي، فرنساوي، صيني، تركي، فده برضو نقطة مهمة جدا. إيه كمان؟ قراية الأدب ودراسة الأدب في العموم، تعلم الطلبة إيه؟ إحنا عايزينهم يبقوا يعني بعد ما يخلصوا كلية ويدرسوا أدب في الأربع سنين وسيفيلايزيشن، إيه البرودكت اللي هم ممكن يطلعوه؟ إيه ممكن يغير في شخصيتهم؟ احساسهم ارقى شويه، فاهمين كونسبتس كانوا مش فاهمينها قبل كده. مظبوط. قرايه الادب بتعلي، قرايه الادب بتعلي الذوق، بتعلي الذوق عند الانسان، بتخليه يشوف الدنيا بشكل مختلف. لو هو اتعلم منه، لو قراه وتشربه وماشي، دي امال طبعا، بس هو ده اللي المفروض يحصل. المفروض ان احنا بعد ما بنخلص كورس الليتشر يكونوا اتعلموا حاجات، يكون ذوقهم اتغير، يفرق في نظرتهم للامور في العموم، لان هم بيدرسوا تجارب انسانيه. يعني الادب ما هو الا عباره عن تجارب انسانيه، مشاعر الشاعر بيطلعها في القصيده، مواقف الاوثر او المؤلف بيطرحها، وقضايا بيطرحها في النوفل بتاعته، والقضايا دي جايه منين؟ ما هو جايه من المحيط اللي هو عايش فيه، المحيط البيئي، المجتمعي، الاقتصادي، السياسي، كل دي حاجات بتأثر، المفروض تأثر في شخصية الطالب في العموم. طب نشوف واحدة واحدة.
اول حاجه ان احنا بنديفلوب وننهانس الليرنرز ايماجينيشن اند كرياتيفيتي. هم بيقروا ايه؟ بيقروا اعمال خياليه معظمها بيدرسوا فيكشن نوفلز بلايز بويتري فيكشن. ف اتس نوت ريل، هو مش حاجه حقيقيه. ف زي ما الكاتب قدر بخياله ان هو يعمل وينسج القصه دي كلها او يكتب القصيده او يكتب المسرحيه، فده بيخلي عندهم بيوسع مداركهم وبالمفروض ان هو بيوسع افق الخيال عندهم وبيعززه، وبالتالي الناس اللي خيالها قوي بتبقى عندها قدره على الابتكار في العموم، ابتكار في اي حاجه هي بتعملها، مش شرط بس ان هم يبتكروا في المحتوى الادبي او ان هم يبتكروا في الامتحان او لا، يبتكروا في العموم. الانسان اللي خياله واسع بيبتكر في كل حاجه، بياخد قرارات مختلفه، بيحب يجرب تجارب مختلفه، ماشي. فهو ده معنى ان هو بنديفلوب بالايماجينيشن والكرياتيفيتي. بنديفلوب ستودنتس كاركترز اند ايموشنال ماتوريتي، من ايه اللي هو النضوج العاطفي زي ما بيقول، بنقول بيجي من ان احنا هو بيقرا تجارب لشخصيات مختلفه، بيتحطوا في مواقف مختلفه، بيتصرفوا تصرفات مختلفه. فوارد جدا ان وانا هو قاعد بيقرا يحط نفسه مكان الكاركتر ده، يقول لا انا كنت هتصرف التصرف ده. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ان هو اتفاعل مع الشخصيه نفسها، اتفاعل مع الموقف، وبالتالي ابتدى يفكر وابتدى الايموشنز بتاعته يعني تبقى ماتيور اكتر، يبقى عاقل في نظرته للمواقف اللي هو شايفها في النوفل والموقف اللي هنشوفها بعد كده، لانه زي ما قلت دايما الادب تجربه انسانيه مش منفصل ابدا عن الواقع اللي احنا فيه، واحنا كلنا بنقدم. ثالث حاجه بنديفلوب كرييتيف ثينكينج. ما هو انا لو اقرا حاجه وابتديت اقول رايي، ابتديت اقول رايي، لما نوصل للمرحله دي يبقى ابتدى يفكر، ابتدى يعرف ان في حاجه صح وابتدى يعرف ان في حاجه غلط، وات ايفر هما صح ولا غلط، بس ابتدى يفكر، ابتدى ياخد اكشن، ابتدى يتفاعل حتى بينه وبين نفسه من غير ما يتكلم. يعني مش كل الطلبه بتحب تتكلم وتعبر عن الاحاسيس اللي بتحسها او هما مروا باي تجربه هما قاعدين بيقروا، بس هما في الواقع فكروا وخدوا قرارات بينهم وبين نفسهم وحكموا على الشخصيه دي. كل الحاجات دي لازم يتعلموها من الادب. وطب ديفلوب ليتلي ابريشيشن اند ريفاين وانز ويكليز، زي ما رحاب قالت انه بنطور تقديرنا للادب، لانه كل ما الانسان بيقرا كتير كل ما بيتعلم كتير كل ما بيقدر قيمة الحاجات اللي مكتوبة، بيقدر قيمة الدماغ اللي كتبت الكلام ده، ذوقه بيعلى. اللي بيقرأ مش زي اللي ما بيقراش في كل حاجة، اوكي؟ احنا دلوقتي during الوقت اللي احنا فيه وبسبب كورونا اللي جات علينا فجأة، اللي حصل انه الدنيا اتغيرت خالص. الحقيقه احنا كنا بنلاقي صعوبه، ويمكن دكاتره الادب يتفقوا معايا او مدرسين الادب في تدريس الادب عموما في الاكتوال كلاسز، في الكلاسز العاديه. ايه اكتر صعوبه بتواجهنا؟ ايه اكتر حاجه بتواجهنا؟ في فجوه ما بين هنا الجروب واستجابه الطلبه. تمام، متوقعين حاجه معينه وبيلاقوا الحاجات يعني ابيت مور كومبليكيتد، معقده شويه عليهم. صحيح. انا بصراحه شايفه ان الطالب لو ما عندوش انسايت هي ويل نيفر ابريشيت وات ايفر احنا بنديله في الليتريتشر. تمام، يعني انا شايفه ان مش اي حد فعلا يصلح طالب ليتريتشر. الليتريتشر محتاج انسايت وده قليل المكتوب. هنحاول بقى انا اكبر مشكله ان انا اقنعهم يقروا النوفل اللي هيتحل اللي هنشتغل عليه. فعلا فعلا دكتور نسرين حضرتك بتدرسي ادب صح؟ هي برضه نفس الفكره. هو اولا السؤال التقليدي بتاع كل ترم، هو احنا بنستفيد ايه من الاستاذ؟ احنا بنستفيد اكتر لما نسترجع. ده تخصص، يعني ده لازم نخش نفس الجدل ده.
غير بقى لما برضو يا جماعه طب ايه هو على الاقل بس الارجمنت بتاع طيب فالحقيقه ان احنا دلوقتي بقى عندنا غير مشكله في الاكتوال كلاسز الكلاسز الفيس تو فيس كلاسز بقى عندنا دلوقتي مطلوب مننا ان احنا ندرس الليتشر اللي هو مش اكسسبل قوي في الاكتوال كلاس في الاونلاين كلاس اللي هو الطلبه في حته وانا في حته وكل اللي بيننا الشاشه طبعا دلوقتي كل جامعات المصريه هتعمل الهايبرد ليرنينج ده اللي هو اكتوال كلاسز والفيرتشوال كلاسز وهنا احنا في الجامعه نستخدم البلاك بورد وبصراحه البلاك بورد حلوه جدا وفيها فيتشرز كتيره جدا يعني النهارده هنتكلم في كذا فيتشر ينفع نستخدمهم ونخلي الليتشر شويه مش يعني انا مش هتكلم ان انا درس ازاي الادب في الكلاسز العاديه لانه كل واحد له طريقته واحنا كلنا عملنا كده قبل كده وجربنا حاجات كتير انا بحاول اعمله النهارده ان انا احاول اطرح بعض الافكار افكار صغيره جدا بس ابليكابل انا شخصيا جربتها يعني انا شخصيا جربتها ونفعت وكانت حلوه جدا مش كلها بس اللي انا الحاجه اللي انا هقولها ولو جربتها هقول جربتها وحصل كذا 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 ف هو ده التحدي ان احنا نوصل المحتوى والرساله الادبيه اللي دايما بتخاطب الوجدان وبتخاطب المشاعر والعواطف من ورا الشاشه هو كده ولا كده لما احنا بنبقى واقفين في قلب الكلاس وهم شايفين البادي لانجوج بتاعتنا بيفهموا شويه اكتر بس لما ما بيبقوش شايفينها هيبقى الموضوع فيه صعوبه شويه فاحنا ازاي نوصل المحتوى الادبي ده بكل خصائصه مش عايزين نسيب حاجه خالص في الكلاس الاونلاين هو ده اللي انا هحاول اعمله ايه النهارده دي عينه من الحاجات اللي الطلبه بتشير على الفيسبوك عن الاونلاين ايه ليرن واحده نايمه اصلا ماشي اهي مي اتندينج ماي اونلاين كلاس ونايمه ماشي اللي بعدها زي اي تيتشر عادي بيقول ايه بليز تيرن اوف يور فونز يعني اقفل موبايلك فطبعا هما بيضحكات متقطعه شريره وقاعدين يقولوا ايه لا يو هاف نو باور هير لا بس انا لازم يبقى عندي باور وبصراحه البلاك بورد هتديني الباور دي ان انا هبقى قافشاهم في العمود اوكي هما شايفين الاونلاين كلاسز كده When someone asks how distance learning is going, هو ده الفيس اللي بيترقى دي الحاجات اللي هم دول انا جايباهم من الطلبه نفسهم لما بيبقى عندهم الكلاسز وهي دي الحاجات اللي وحاجات بقى غيرها كتير يعني دي الحاجات اللي ينفع احطها في البرزنتيشن حاجات كتيرة صعبه قوي طيب دول teaching strategies ماشي علشان ننجح كاونلاين instructor بس احنا هنخصها في المواد اللي عندنا اول حاجه ايه الاوثنتيك والريليفنت كورس ماتيريال طبعا كلنا كل واحد بيحضر الكورس بتاعه قبل ما ينتدي اهم حاجه يبقى فيه اوثنتيك ماتيريال يعني اكزامبلز حيه ملموسه موجوده نبقى محضرينها نقولها للطلبه في كل حاجه احنا بنشرحها علشان نوصل لهم بس التجربه الحياتيه زي ما هي نقول لهم بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل كذا اوثنتيك اكزامبلز دي بتفرق كتير مع الطلبه وبتخليهم يفهموا انا عايزه اقول ايه انما انا لو بكلمهم في حاجه مثلا حصلت في القرن 19 ومش لاقيه ليها اي اكزامبل شبيه على ارض الواقع الموضوع بيبقى صعب شويه وهم ايه صعب عليهم هم برضو لسه طلبه وبيتعرفوا على حاجه من اول وجديد فخصوصا في ماده السيفيلايزيشن الحاجات دي هتبقى فعاله جدا ان احنا دايما نرجع للواقع وطبعا لازم تبقى ريليفنت ماتيريال ما ينفعش اجيب لهم فيديوز او ماتيريال هم مش ريليفنت قوي للموضوع يعني مش لدرجه اوف بوينت بس اللي هي مش دايركت تو دو ذا بوينت يعني لازم تبقى على طول يعني بتخدم البيربز اللي انا عايزاه البربز اللي هو واضح بالنسبه لي الهدف اللي هو واضح بالنسبه لي وبالنسبه لنا في كل محاضره وفي الكورس ككل انا لازم يبقى عندي هدف واضح انا المحاضره دي عايزاهم بعد ما يخلصوا يبقوا عارفين كذا
انا ابقى عارفاه وهم يبقوا عارفين، ولازم هو ده اللي وصله في الاخر، والا هيشتوا مين؟ كلهم هيشتوا. تاني حاجه الفرايتي اوف مالتي ميديا ريسورسز، انا ما ينفعش اعتمد على ريسورس واحد بس، يعني ما ينفعش مثلا اعتمد على اوديوز بس او اعتمد على فيديوز بس او وات ايفر. ليه تفتكروا ليه؟ ليه لازم اغير دايما وانا اقول؟ عشان المهارات الطلبه مختلفه، فكل واحد يعني ممكن واحد يفهم الفيديو وممكن اكتر، ممكن حد اللي عايز بي دي اف يقرا هو صحيح اكتر من صحيح، فلازم اخاطب كل المهارات المختلفه. صح مظبوط مظبوط جدا، ان انا الطلبه اللي قاعدين قدامي مش كلهم بيقدروا يفهموا المعلومة من سورس واحد، لا ممكن واحد يضيع في الفيديوز هيلاقي نفسه في الاوديو، واحد ضايع في الاوديوز يلاقي نفسه في البي دي اف، واحد ضايع منه في كل حاجة فيلاقي نفسه في الـ في الـ في الايمي في الصور. فكل طالب مش شرط كلهم كلهم يفهموا من نفس السورس، لا. فعشان كده انا لازم دايما انوع، عشان اللي وقع منه حاجة المرة الجاية ما تقعش منه، يفهم المره دي على المره اللي فاتت، ففي الاخر نوصل ان هو ايه احنا وصلنا للهدف بتاعنا. Student creation of content individually and collaboratively. احنا most of the time في literature ولا في civilization هنطبق، او احنا دايما كنا بنعمل كده بس هنزوده قوي، موضوع flipped classroom ده. هما لازم هيعملوا حاجه، مش هينفع احنا نعمل كل حاجه، عشان حاجه بس عشان هما يطلعوا في الاخر فاهمين، وعلشان برضو المجهود بتاع الانستراكتور نفسه ما يبقاش قاعد بينحت في الصخر وهما مش عارفين حاجه، خصوصا الحاجات كلها جديده قوي عليهم، جديده جدا، اذا كان الادب ولا السيفيلايزيشن. فدايما هو لازم يبقى انفولد في الموضوع. في ناس طلبه بيحبوا يشتغلوا لوحدهم، في طلبه بيحبوا يشتغلوا في جروبس. انا مش كل مره هعمم حاجه، لا مره كده ومره كده، عشان برده اللي ما لقاش نفسه في يعني بيشتغل لوحده يلاقي نفسه هو بيشتغل مع ايه في جروب. ودي انا هشرحها بالتفصيل في كل الاكزامبلز اللي انا هجيبها، لانه الدور الاساسي هيبقى على الطالب علشان يساعد نفسه ويساعد الانستراكتور ان هو يوصل له اللي هو عايزه بطريقه سيمبل جدا. اوكي اخر حاجه بقى student reflection on learning، ودي اهم حاجه، دايما 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 لازم نسال الستودنتس على الفيدباك بتاعهم، لازم نسالهم. هو ممكن ما يطلعش اكيرت قوي، ساعات الطلبه بتبالغ، بس هيبقى في شيء من الحقيقه، هيبقى في ماجوريتي بتقول حاجه، فده هيديني انا انذار ان انا مثلا انا لازم اغير يعني طريقتي في الموضوع ده، او لازم ازود حاجه او اشيل حاجه او انقص حاجه، يمكن الكونتنت تقيل قوي عليهم. هعرف برضو منين الكويزز، presentations، اوكي الديسكشنز، كل الحاجات دي هتعرفني الطالب اللي قدامي انا وقدرت اوصل معاه للهدف اللي انا عايزاه ولا لا. تمام طيب اني كويستشنز؟ انا كان عندي فكره بالنسبه خصوصا للحضاره، يعني الحضاره على اساس ان هي برضو حاجه قديمه وكده، فلازم نربط لهم مثلا بالنسبه لفرنسا ليه كانت ملكيه بقت جمهوريه دلوقتي، يعني نربط الماضي بالحاضر. مظبوط، علشان يبقوا حاسين احنا ليه. تمام، ودي ممكن نحطها تحت البوينت ده الاوثنتيك وريليفنت ايه كورس ماتيريال واكزامبلز. اوكي اني كويستشنز؟ حد عايز يحبك تزود حاجه هنا؟ هو في الادب انا بشوف انه مهم قوي التاريخ والجغرافيا، مش بس التاريخ. اوكي، يعني لازم تبقى في سمات العمل اي طيار ادبي. تمام، وبعدين اتمثلت في البلد اللي انا تبع انهي ديبارتمنت ازاي. في مشكله ان الولاد الثقافه العامه بتاعتهم اصلا صحيح. انا مضطر استعمل حاجات يعني لها علاقه بالادب بس بره الادب، تاريخ جغرافيا تمام خريطه، وخصوصا بالذات في اسبانيا عشان عندنا امريكا اللاتينيه الناحيه تمام، عندنا مشكله قوي في الموضوع. مخصوصا ان زي ما قلت حضرتك بتدرسي لغه بالنسبه للمجتمع هنا مش معروفه قوي ومش دارجه، فهم مش عارفين الثقافه، وبالتالي برضو هيبقى استيعابهم للادب برضو هيبقى ضعيف شويه، فاحنا بنحاول نعززه بالحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها.
لمشكلة الطلبة اللي ما بتقراش، طلبة اللي مش عارفة تقرا ومش عايزة تقرا، والموضوع تقيل اللي هو احنا هنقرا دي كلها، طب هو احنا المفروض نقراها كلها ولا نقرا حبة صغيرين؟ طب هو احنا المفروض نعمل ايه؟ في اختراع وهمي، انا نفسي زودت القرايه من بعد ما بقيت استخدم الاوديو بوكس. الاوديو بوكس دي سحر، سحر بجد، بس احنا نوصلها للطلبه صح. الاوديو بوكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن اوديو واحد او واحده بيقرا النوفل، يعني هو هيبقى فاتح النوفل من على التابلت بتاعه او حتى ماسكها في ايده وبيسمع واحد بيحكي. طب ايه الحلو في كده؟ مفيش فايدة. معلش، لا انا يعني للطلبة بتوعنا اولا في العين بتقرا والودن بتسمع، تمام، لا يمكن الاثنين يبقوا ماتشنج، يعني ممكن واحدة زي انا بقرا بسرعة جدا انما الطلبة اشك جدا ان هم يقدروا يعملوا سينكرونايزيشن بين ودنهم وعين. دي نمبر 1. نمبر 2، في السمع كلام كتير قوي، لو هيعتمدوا بس على السمع كلام كتير قوي هيكون. فانا يعني متخوف، يعني ممكن الاوديو بوك دي مرحله اعلى شويه، لكن الطلبه انا متخوفه منها. هو انا بس يعني ممكن في حاجه جوه الاوديو بوكس بيكون بالليفلز، يعني في ابلكيشن مش شرط ابلكيشن الاوديو بوك نفسها، وده مين في اسباني بصراحه ما عنديش معلومه في لغات تانية، بيكون الاوديو نفسه بيكون ديبند عن على الليفل بتاع النوفل. ففي نوفلز مثلا في اسباني بتكون معموله ادابتيشن للليفلز القليله حتى لو هي نوفل كبيره، فبالتالي الاوديو بتاعها بيكون بطيء، فده ميزه ممكن يكون في انجلش ما عنديش معلومه، بس ممكن ندور. قلت لحضرتك ان في ليفلز في الاوديو بوكس، في beginners وفي intermediate، بس طبعا مش في كل التكست، يعني احنا ممكن نلاقي تكست مش موجود فيه الحاجات دي، بس اوريدي في تكست موجود فيها ليفلز للاوديو بوكس، هو بيقرا بالراحه خالص بحيث ان الطالب يقدر يعمل synchronization ما بين الكلام اللي بيقراه والكلام اللي بيسمعه. دي هتخليه يكمل النوفل لاخرها، ده لو هو حب الموضوع. غير كده في وقت معقول، لان هو دايما ما يربط ان هو هيقرا بان هو هيسمع شابتر 1 فهيقرا شابتر 1، فالاوديو على بعضه كله يوم ما بتبقى خلاص طويله قوي 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 بيبقى 24 hours، هو يقدر يقسمهم، هو مش هيقدر يسمعهم كلهم مره واحده، بس بتبقى متقسمه شابترز، او لو بالشابترز متقسمه بيبقى كل حاجه متقسمه، فهو الطالب بيقدر يجيب الاوديو بوك او انا هجيب، يعني انا في المرحله في الطلبه عندنا او في المراحل اللي عندنا والولاد الولاد في الليتشر بالذات لازم انا هدور لهم على حاجه اقول لهم ينفع تسمعوا وتقرا. اوكي، فدي فكره الاودي بوكس. الفكره الاودي بوكس حلوه لانه اللي بيقرا بيتفاعل مع النص، اللي بيقرا بيتفاعل مع النص، بيحزن وبيفرح بيتفاجئ، فطول صوته بيعلى وبيوطى وبيضحك وبيبقى حزين، فهو هيعيش مع الشخصيات في النوفل كل الاحداث. فبالنسبه للطلبه اللي ما بتحبش تقرا، انما في طلبه بيحبوا يقروا فمش هيبقوا محتاجين الموضوع ده قوي، بس ده بنستخدمه في حاله ان الطالب القرايه تقيله عليه فعلا، فاحنا هنجرب معاه حاجه زي دي، ممكن تنفع وممكن برضو ما تنفعش، فنروح ايه مجربين حاجه ثانيه. الاوديو بودكاست، الاوديو بودكاست دي برضو اختراع حلو قوي، انا بفضل استخدمها ان انا اخليهم يعملوا اساينمنت بدل ما يكتبوا، لا يسجلوا كانهم بيذيعوا في راديو. الطلبه بتحب كده قوي وبيبقى عندها سيلف كونفيدنس فظيعه، وبيطلعوا اكتر ما يكونوا بيكتبوا على الورق، لان هم دايما وهم بيكتبوا خايفين من السبيلنج، وخايفين من السبيلنج ميستيكس والجرامر ميستيكس، طب يا ترى انا هبقى كاتب صح، طب انا اكتب قليل علشان ما اغلطش. انما في البودكاست هم هيكلموا وبيتكلموا حتى لو بيغلطوا، بس مش مشكله، المهم ان هم حبوا الفكره وذاكروا وقروا وهيحلوا السؤال اللي انا عايزاه كله
من وجهة نظرهم مش هيخافوا ان هم يكتبوا اي حاجة بتطلع غلط هيقولوها، وهنشجع الطلبة ان هو اتكلم مفيش اي مشكلة حتى لو هتغلط، ما هو مفيش حد بيتكلم من اول مرة صح، المهم ان احنا نشجعهم ان هم يتكلموا. وطبعا سهل جدا ان انا احط سؤال وممكن اعملها على جروبس بحيث ان هم يفكروا واحد منهم اللي يتكلم، او برضو انديفيدجوالي مع الاعداد الصغيرة هتنفع قوي يعملوها ابلود وانا اسمعها، وبرضو بيبقى ده يعني اتفاق. انا شايفة انه بدل يعني مش بديل بس حاجة من الحاجات اللي برضو اساينات انا ممكن اجريبهم عليها، وان هم يبقوا مستمتعين وهم بيحلوا الاساينات، مش اساينات بالشكل التقليدي اللي هو سؤال وحلو واكتب لي الباراجراف واكتب لي الاساي وابعته لي، فبتبقى ايه حاجة حلوة قوي. طيب ده اكتيفيتي ينفع مع النوفلز وينفع برضو في البلايز في الدراما. ده اكتيفيتي في الدراما ايماجن ذات يو ار ذا اوثر اوف ذا بوك ذات يو هاف جاست ريد، هم قروا كتاب روايه بقى او مسرحيه، وبنقول لهم البوك بيجيب بيست سيلر بقى يعني حقق مبيعات عاليه جدا. اوكي فاحنا هنتكلم لموفي بروديوسر تراينج تو جيت ذا بيرسون انتريستد ان ميكينج يور بوك انتو ام بي، احنا بقى يعني انت بقى هتتكلم بروديوسر منتج فيلم عشان يعمل الايه الكتاب ده فيلم، فده هيخلي الطلبه يعملوا ايه. ها رول بلاي مثلا سوا، رول بلاي ماشي ايدين، او يعملوا زي موفي ميكر كده زي يعملوها ك لا هو هنا انا عايزاه هو هيقنع المنتج الفيلم ان هو يعمل الكتاب اللي هو اذيف ان هو مؤلفه فيلم. يعني انا دلوقتي بسوق للروايه بتاعتي ورايحه اتكلم على مع المنتج الروايه دي حلوه، فانا هطرح ايه في الروايه يخليه يقتنع ان هو يعملها فيلم. هو هيخلي الستودنت الاول يقرا الابستراكت او يقرا الرسم المبدئي بتاع الكتاب طبعا، وهيقرا عن الكاتب اكيد صحيح، وهي ممكن يقرا عن البروديوسر عشان يعرف هيقنعه ازاي بالظبط. فانا خليته يقرا نوفل او يقرا عنه، وبالتالي عرف الكونتنت اللي جوه، ابتدى يربط النوفل بالواقع اللي حواليه. هو ايه اللي خلى البروديوسر يوافق اصلا على حاجه زي كده؟ ايه اللي خلى المنتج ينتج له الفيلم ويدفع الفلوس دي كلها؟ فهو هيبقى لازم يقنعه، فهيدور يقنعه ازاي هيعمل لينك ما بين الروايه او ما بين المسرحيه وما بين ارض الواقع، وبالتالي هتتعمل فيلم ويكسر الدنيا ازاي؟ ما روايه كسرت الدنيا. تمام؟ ايه كمان؟ هي القرايه دي لما يقرا لازم يفصصها برضه. هيحلل من غير ما يحس. يعني من غير ما انا اقول له انالايز اي حاجه في التكست، هو اوريدي علشان يقنع المنتج بيها هو حلل. انا ضربت عصافير كتير قوي بحجر واحد. ده اساينمنت هو يبان اساينمنت، وممكن اقسمهم جروبس على البلاك بورد بالبريك اوت جروبس زي ما احنا قلنا امبارح وكتبتها الليله، وانا هقسمهم زي ما احب اذا انا عايزه دول مع بعض او عايزاهم لا انا هقسمهم. اوكي وهم هيفكروا مع بعض، فكله هيقرا كله هيفكر كله هيحلل. انا كده ايه؟ انا كده كسب ان هم عملوا كل الحاجات اللي انا عايزاها بس بشكل مختلف بشكل اكتيفيتي. اوكي تمام. حد عنده اي كومنت اي حاجه حابب يضيفها في الاكتيفيتي ده؟ باي ذا واي الاكتيفيتي ده انا جربته وكان حلو قوي. يعني برضو الطلبه على الرغم ان هم ما كانوش قاريين بس اتصرفوا صح، دي حاجه كويسه. صح، لانه هو بيبقى عايز يبان ان هو لا انا قدرت اقنع المنتج ان هو يعمل كده، فبيحاول يتصرف بيقرا ابستراكت بيقرا سيناريو احسن ولا حاجه هو اساسا مريكو مش النقطه اللي زي انا بسال بالنسبه للادب، لو بنتكلم على خصائص الادب فنون الادب يعني ادب نوفل او روايه او مقال او يعني كده روايه شاطر طبعا. يعني انا نفسي لو انا صغير او كبير او يعني اي مرحله صغيره القصه بشكل كامل، لكن بالنسبه لاخصائص الادب فنون الادب في حاجات تانيه زي المدارس الاداريه الحاجات دي كلها انا ابتدي او هل حضرتك اتطرقت للموضوع ده؟ ما هو احنا بنلاقي طرق، ما حضرتك هتشوف الطرق اللي تنفع مع التوبيك اللي حضرتك عايزه وحضرتك تاخدها تستخدمها، لان احنا انا قلت حتى قبل ما ابتدي ان انا مينلي
منتج و اقنعه بمدرسه مقضيه ما ده مش هينفع، بس ممكن حاجه ثانيه تنفع، ممكن فيديو تنفع زي ما بيسموها كلنا، ممكن صور تنفع، ممكن مقالات، ممكن حاجات كتير. فلسه يعني والله حضرتك تلاقي الاجابه على الاسئله. بالنسبه لسؤال الدكتور مصطفى، انا بالنسبه لي يعني لان انا عارفه ان دايما اكتر حاجه بتلخبط الطلبه الكاركترستكس بتاعت كل حركه ادبيه والاختلافات ما بين حركه وثانيه. فبنفس الطريقه لسه قايلها حكايه ان هو هيصنع المنتج فهيحلل بتاع، انا بضيف جزء زياده العمل ده. احنا مثلا درسنا لحد دلوقتي ثلاث اعمال، ثلاث حركات ادبيه، تمام. تقول لي بقى العمل ده ايه الخصائص اللي يعني اولا بيجمع عني حركه ادبيه، تمام. ومن خلال قراءتك قول لي ايه الخصائص يعني اللي في العمل ده اللي مرتبطه بالحاجة. يعني انت اخترت مثلا الرياليزم، لازم تقول لي ليه اخترت الرياليزم، ايه الخصائص اللي موجوده في العمل ده مرتبطه بالرياليزم، وبناء عليه قلت ان العمل ده في الحركه دي في الوقت ده. فده برضو بيربط، يعني بيربط اكيد اكيد بالعمل بيثبت المعلومه في دماغ الطلبة. حضرتك الانستراكتور، انا دي مجرد افكار حضرتك هتاخدها او يعني لو عجبت حضرتك وحضرتك هتطبقها بالطريقه اللي حضرتك تحبها، يعني مش لازم بالطريقه دي. ازاي حضرتك فاهمني؟ ماشي. ده حلو قوي، ده اكتيفيتي حلو قوي. وبعدين الطلبه كلها موهوبه في الموضوع ده. Do a poster or card showing picture that are related to the book and then write a sentence or two beside each one to show its significance. ده ينفع مع كل حاجه. هما شاطرين جدا 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 في استخدام التكنولوجي، جدا فوق ما اي حد يتصور. وهم قاعدين في البيت واحنا قاعدين في اللكشر دلوقتي، المفروض ان احنا افتر الدسكشن وافتر كل ده انا عايزه اشوف هما شايفين الموضوع ازاي. فممكن انديفيديولي كل واحد يعمل بوستر، انا مش هيعدوا عليا بسرعه، بس هشوف هو فكر وربط الصور دي بالعمل اللي هو لسه قريبه اللي احنا لسه مناقشينه ومتكلمين على كل حاجه فيه، او بيجيب صور جنب بعض ويحطها ويقول لنا، يعني يسمرايز كل اللي هو عارفه في تو سنتنسز بس. ماشي. فده بيبقى جروب ورك حلو قوي، حلو جدا. وده برضو انا عملته وجابوا صور حلوه جدا وكتبوا سنتنسز حلوه قوي، يعني انا ما كنتش متوقعه، بس هم شاطرين في الحاجات دي وبيحبوها. فدلوقتي انا مثلا اخدت حتى قصيده، يقدروا يعملوا كده، يقدروا يجيبوا صوره من خلال ان هم فهموا الشاعر وفهموا هو عايز يقول ايه وفهموا مشاعره وفعلا وصل لهم، يعني الكلام الشاعر او المؤلف وصل لهم. فلما يشوفوا الصوره دي يحسوا ان هو هي دي اللي راكبه على الكلام ده. فده بيتست الكومبريهنشن بتاعهم، فهمهم للعمل الادبي نفسه. وبيبقى اكسرسايز حلو جدا وما بياخدش وقت طويل، ما بياخدش وقت طويل خالص، وبيبقوا حابينه وهم بيعملوه، لان هم برضو هم زهقوا من الطرق التقليديه جدا اللي احنا بنستخدمها، واللي بتبين الليتشر والسيفيلايزيشن على اساس انهم حاجه ضل كده ما فيهاش روح، على عكس ان هي كلها روح وكلها مشاعر وكلها عواطف وانسانيه. اوكي. فده بيبقى حلو قوي. ده برضو حلو قوي. Prepare a poor report for 5 minutes. Give a brief summary of the plot and describe the personality of one of the main characters. Be prepared for the question from the class. ده ممكن يجهزوا بعد، يعني انا هخليهم يقروا حاجه وبعد كده يجهزوا. ده شبه البودكاست بس هو 5 minutes. هو هيقول البلوت سامري لزمايله، اوكي، اللي سامعينه كلهم، ويبقى ريدي ان هم هيسالوا. يعني هو دلوقتي هيبقى معاه المايك فهو هيقول بس 5 minutes عشان برضو الموضوع ما ياخدش وقت طويل. ممكن نجربها مع كذا طالب، يعني برضو على حسب العدد اللي عندنا. اوكي. ده بيبقى برضو حلو، ده انا ده بقى هيبقى فان اونلاين. ده ويل بي فان انه انترفيو ا كاركتر فروم يور بوك. ده اونلاين، كلنا هنبقى قاعدين، كل واحد قاعد في مكانه وهم متقسمين جروبس. اوكي. ممكن جروب تتكلم، يعني جروب الكاركتر وجروب الانترفيورز. ممكن within the same group ماشي يبقى فيه انترفيور ويبقى فيه الكاركتر. ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيخلي طالب يعمل ريسيرش وانتر اكشن. ايه تاني؟ هيفهم العمل الادبي احسن.
اكيد ديفينتلي عشان هو هيبتدي يكتب اسئله. المره دي بقى مش هيعمل كونت، لا المره دي هيكتب اسئله اوكي واجابات، اسئله واجابات مش اجابات بس ومش اسئله بس. فهو فهم وانا وحلل العمل الادبي كله لدرجه انه هو بقى يكتب اسئله. احنا كلنا عارفين ان احنا لما بنيجي نحط اسئله الموضوع بياخد معانا ايه وقت، واحنا الانستراكتورز. طب فما بالك الطالب بقى لما يوصل بيه مرحله ان هو بنفسه يكتب اسئله للكاركتر اللي هو قرا عنها وشافها بتتصرف ازاي وتاخد بوزيشن اند سو اون. فيبتدي يكتب الاسئله ويكتب الاجابات وهم يعملوا انترفيو، ومفيش مانع ان هو يتقمص الشخصيه الكاركتر تتقمص الشخصيه على الاخر. بس بيبقى هيبقى فن فعلا اونلاين لانه احنا كلنا قاعدين في مكاننا وكلنا قاعدين بنتفرج ده برضو ده انا جربته ان احنا هنعمل سيلز توك بقى. انا مش هروح اعمل فيلم، لا ده انا هسوق للنوفل. اوكي النوفل دي اشتريها لو سمحت، فيها كذا وفيها كذا، سوقها لاصحابك. سوقها لاصحابك، خلي اصحابك يقروها، خلي اصحابك يشتروها. فده هيخليني انا كمان اعرف هما بيفكروا ازاي، ايه اللي شدهم. لما الاقي طالب بيشرح لطالب خد النوفل دي عشان حلوه، ده الكاركتر دي عملت كذا، ده فيها ايفنتس كذا، فانا كانستراكتور هعرف ايه اللي شجع الطالب للنوفل دي. ما هو اسبابه هتبقى غير اسبابي خالص خالص، هتبقى غير اسبابي. فده هيخليني انا بعد كده اركز. كل ما يكون فيها صور اكتر هيصورها. فده هيخليني اركز واستفيد في النصوص اللي انا ممكن اختارها بعد كده، لما اعرف ايه الانترست بتاعتهم، ايه اللي بيشدهم، ايه اللي بيحبوه. ما هو الادب في الاول وفي الاخر هو اكسبيرينس انسانيه مختلفه، فانا برضو هبقى مبسوطه وهم مبسوطين لما يقروا حاجه ليها علاقه بيهم، هم حابينها، مواضيع هم حابينها. انا ده ممكن يعرفني حاجات كتيره جدا عن اهتماماتهم وعن الحاجه اللي بتشدهم والحاجه اللي هم بيحبوها في الاعمال الادبيه ان جنرال. وبالتالي بعد كده لما اجي اختار نصوص اغير، ممكن اغير فكرتي ليه لا، يعني ما يعني الادب مش انا لازم ادرس ده كل، لا خالص. هم ما حبوهاش، ما لقيت الموضوع مش اكسسبل عندهم، فهعمل ايه؟ هغيره. هعرف منين؟ هعرف منين الاكتيفيتي ده بيبين حاجات كتيره جدا جدا، وده انا برضو جربته وكان حلو قوي. طيب ماده زي سيفيلايزيشن بقى ينفع بقى معاها الاكتيفيتيز اللي فاتت دي؟ هتبقى صعبه شويه لان الاكتيفيتيز اللي فاتت كلها عباره عن اناليسيس، انما سيفيلايزيشن عباره عن يعني هي انفورميشن ان واي اور انذر، يعني بوليتيكال وسوشيال وهيستوريكال، وبتربطها بالحركات الادبيه اللي موجوده في الوقت ده وبالانتاج الادبي اللي مرتبط بكل فتره، القرن ال 18 القرن ال 19 القرن ال 20. فالموضوع كله بيبقى تقيل عليهم قوي كله انفورميشن انفورميشن انفورميشن. طبعا انا بسهلها بحاجات كتير، بسهلها بفيديوز زي ما ميس ساندرا هتقول لنا، بايمجز بيكتشرز صور زي برضو ميس ساندرا هتقول لنا، هي عندها تجربه حلوه جدا في دراسه الحضاره. بس احنا ممكن نستخدم بقى جيمز بقى بدل الاكتيفيتيز اللي احنا ايه اللي احنا لسه مستخدمينها في الايه في الليتشر. الجيمز دي انا عاملاها وكان دكتور سحر موجوده حتى في الليكتشرز دي وكانت حلوه قوي. يعني انا شخصيا انبسطت جدا بالفيدباك والتفاعل اللي كان غير مسبوق وقتها. هي كانت لعبه بسيطه قوي بس كانت جوه الكلاس. احنا ممكن نعملها في البلاك بورد، احنا برضو قلنا ان احنا نخلي الجد وطريقتنا في التدريس في قلب اللكشن، نخلي الاونلاين حاجه هم حابين يدخلوا المحاضره.
يناموا بقى زي الصور اللي احنا شفناها ولا يقعدوا يشيروا بوست زي اللي احنا شفناها في اول الايه اول الجيزين جيمز دي حلوه قوي. احنا ممكن نستخدم احنا عندنا كذا اوبشن في الجيزين جيم ده. انا هوريكم اللي انا كنت عاملاه. انا كنت عاملاها في هيئه باوربوينت برزنتيشن ماشي، وكان من الكلاس كله قاعد وانا بعمل كده. ايه دي؟ وديهم ثم الناس يفكروا وبعد كده هما ايه يردوا ماشي ونشوف الاجابه ايه صح ولا لا. اوكي، ازاي ممكن نعمل ده على بلاك بورد؟ من الفيتشر بتاع البولينج. البولينج انا ممكن احط الحاجه واخليهم هما يكتبوا. انا اوريدي حاطه الاجابه الصح، كله هيجاوب في نفس الثانيه. انا هشوف مين اللي جاوب صح ومين اللي جاوب غلط. اوكي، هتبقى جيم بس اونلاين. يعني انا ممكن اعمل دي، انا عملتها كده في قلب الفصل. طب انا هقوم بالبرزنتيشن وانا اوريهم الستيتمنت. اوكي، وبعد كده هم يقولوا ايه ده بصوت واحد. بعد كده انا ايه، انا اطلع لهم الاجابه الصح. اكسرسايز زي ده بيوريني حاجات كتيره، منهم هل هم المعلومه وصلت لهم في الليكتشر ولا لا. ممكن يكون المعلومة وصلت بس نسوها. طبيعي انا بفكر، مفيش مشكلة، مش نسيتوها، جاوبتوا غلط عادي، الدنيا ما تهددش، هفكركم كده مش هينسوها. وانا سمعتها من كذا طالب بعد ما خلصوا امتحان ان احنا افتكرنا بس لما كنا بنلعب في الكلاس، فانا عشان كده افتكرتها. وهي طريقة فعالة جدا. الجيمز دايما والاكتيفيتيز بتثبت المعلومة وبترسخ كل حاجة احنا ما بنقدرش نعملها حتى في التواصل الفيس تو فيس، لان هم في الاول وفي الاخر مش كبار، مش ماتيور انف ان احنا نتكلم معاهم كده. هم بيحبوا الحاجات دي، فاحنا واي نوت ان احنا الادب ادب اسم كبير وكونتنت كبير، بس احنا ممكن نقدمه بالطرق دي ماشي. فده كانت الجيسنج جيمز، واحنا ممكن نعملها كده في بالفيتشر بتاع الايه البولينج. واي حاجه محتاجه جروبس باللي هي بالجروب بريك اوت اللي موجوده برده في الايه في البلاك بورد ماشي. بس وين كان في بقى سلايدز كتيره قوي. الفلاش كوردز، الفلاش كوردز انا ممكن اعملها بكذا طريقه. انا الفلاش كورد دي كارد وانا كاتبه عليه حاجه، خلاص الفرنش ريفولوشن فور تو. فانا عايز الراشن ريفولوشن، بحب الريفولوشنز قوي. الراشن ريفولوشن ده كده في الفلاش كورد وانا كاتب عليه كده. انا اوريدي هم شايفيني وشايفيني الفلاش كورد. ممكن هم يكونوا متقسمين جروبس وكله يكتب ايه هي دي الراشن ريفولوشن، وانا هشوف كل جروب كتب ايه. اوكي، فدي هتبقى لعبه وهتاخد وقت، وبرضه هتخليهم دايما يفتكروا المعلومه اللي انا مش عايزاهم ينسوها او يدوروا عليها لو ناسيها او يدوروا عليها. انا مش مشكلتي هما ناسين ولا فاكرين، انا عايزاهم يفتكروا حتى لو ناسين او لو فاكرين المعلومه ما تروحش بقى تاني. خلاص، في حاجه ثانيه البلاك بورد دي حلوه قوي برده. بدل بقى الفلاش كورد انا بتخرج صوت، ده اللي هيبقى ظهر لهم، ده اللي هيبقى معايا او مش معايا انا عارفه يعني. اوكي، بس انا هوريهم صوره وهم يكتبوا عليها ايه كوم او يسجلوا بودكاست ماشي زي كده. ده مش هيبقى باين، دي اللي هتبقى باين. ايه دي؟ تقدروا تكتبوا ايه على الصوره دي؟ المفروض ان هم يكتبوا حاجات زي دي، بس هم طبعا يا هيكتبوا يا هيسجلوا بودكاست. اوكي، فطبعا السيفلايزيشن مليانه صور نقدر نستخدمها في اكسرسايز زي ده، ومليانه ايفنتس وترمينولوجي نقدر نستخدمها برده في التو جيمز اللي ايه اللي كانوا قبل كده. طبعا انه احنا ممكن نستخدم الفيديوز والاوديوز والايمجز في تدريس الليتشر والسيفلايزيشن مع بعض، وده اللي هتوريه لنا ميس ساندرا، وهتوضح لنا اكتر كمان ان هي عندها تجربه مختلفه لان هي كانت طالبه في قسم اللغه الصينيه.
فهي مرت بتجربة أدبية مختلفة لأن اللغة الصينية مش لغة درجة ومش شبه الأدب الإنجليزي أو الفرنساوي. الأدب مختلف جدا وثقافته مختلفة جدا. فهي هتجسد لنا ده مثال حي ازاي الحاجات دي كانت بتأثر فيها وتعلمت منها، وهتقول لنا برضو ازاي نستخدم الاوديوز والفيديوز في ان احنا ندرس السيفيليزيشن وفي الليتكشن. اتمنى اكون فدتكم. انا كده خلصت الفايل تاني. فساعتها بس انا هبتدي اوري الطالب بتاعي اعيشه
في عصر هو اصلا مش عايشه. يعني ده حاجه بتعلي مستوى الطالب، بتخلي الطالب يفهم انا كل هدفي في الادب انه مش بس انت تحفظ ادب، لا انت افهم ادب، انت حب الادب، انت حاول انت بعد كده. انا حوري حضراتكم في الاخر الطلبه بتوعي بيقولوا شعر من تاليفهم وبيعملوا قصص قصيره من تاليفهم، فدي حاجه طبعا انا يعني دي كل ده بيفيد دراسه الادب. ده فيديو انا جايباه عن التاريخ القديم للصين.
أراك؟ هل أراك سالما منعما وغانما مكرما؟ هل أراك في علاك تبلغ السماك؟ بعلي مستوى الطالب
بتاعي من مجرد شخص بيدرس، لا من شخص كمان ابتدى ان هو يقول رايه بلغه تخصصه، ابتدى ان هو مستواه يعلى باللغه ويستخدمها، ابتدى هو هيعمل سيرش عن كلمات جديده عشان يقدر ان هو يكتب، فهيزود حصيله اللغه. اللي بعد كده وهو دي بصراحه اكتر حاجه انا يعني بحبها جدا في دراسه الادب، ان انا اخلي الطلاب بتوعي يبتدوا ان هم لو انا بس بدرس مسرحيه يبتدوا ان هم يمثلوا جزء من المسرحيه. لو انا بدرس لهم قصه قصيره انت القصه القصيره اللي انت بتدرسها جزء. لو انا مثلا بقول بدرس لك شعر قول انت الشعر بنفسك، ده ممكن يتم عن طريق الاونلاين. وانا الحقيقه بستخدم طريقه تانية ودي بقى هم بيحبوها جدا، ان احنا ندي جوائز. مين احسن واحد القى شعر مثلا، مين احسن واحد قال قصه قصيره، مين احسن واحد مثل. الجوائز دي ممكن نديها خلال المحاضره. وانا الصينيين دايما ودي حاجه انا بحبها جدا بيدوا الجوائز من ثقافتهم. يعني دي كانت جايزه شعر، انا كانت جايه لي من احد الدكاتره الصينيين عشان كنت احسن حد قلت شعر، فادوني الجايزه تبقى من ثقافه البلد. اوريدي دي حاجه انا بحبها، يعني انا محتفظه بيها يمكن بقى اكتر من 4 سنين عندي، بس انا محتفظه بيها لان دي حاجه بحبها. او اكتر فن عندهم مشهور فن البيبر كاتنج اللي هم بيرسموا بالورق ويعملوا اشكال. فدي حاجات دي لما الطالب بياخد حاجه من ثقافه البلد ومن حضاره البلد هيحتفظ بيها، وهنلاقي بقى في تنافس. لا حتى الطالب اللي ما بيشتغلش، لا انا عايز اخد جايزه، لا انا عايز اكسب، لا انا هشتغل. فانا كده بشكر الطالب اللي عندي اللي هو نايم. اللي بعد كده ممكن طريقه تانية ان انا اديهم درجات اعمال السنه فيها جزء عن المشاركه، فاللي هيشارك اللي مش حابب يعني فكره الجوائز اللي اعمال السنه فيها جزء من المشاركه. ممكن اهدي الطلبه اقول لهم اللي هيشارك وهيبقى احسن اداء هياخد درجات مثلا جزء من درجات اعمال السنه، طبعا كلهم هيشاركوا. فانا كده خليت الطلبه بتوعي يشاركوا. ده مثال للطلبه بتوعي. الطالب عندنا ده اسمه احمد هاني في قسم اللغه الصينيه وهو بيمثل مسرحيه. كده ده مثال فعلا لطالب عندنا، في ناس اكيد درست له احمد هاني وهو بيمثل مسرحيه. طبعا انا دلوقتي في طلبه كتير عندهم مواهب، ده كده مثلا خلاص هو احنا الطلبه مختلفين. زي ما كانت مس ولاء بتقول ودكتور نسرين علقت انه لا في طالب بيحب ان هو يشتغل في دي اف، وطالب بيحب يسمع اوديو، وطالب بيحب ان هو يتفرج على فيديوهات وصور. في نوع بقى من الطلبه ما بيحبوش يعملوا حاجه خالص. النوع ده بيحب بجد، هما بيحبوا يتحركوا، ما بيحبوش المذاكره على طول، ما بيحبوش. انا بقى شغاله في الحاجات دي، مش انت بقى عايز تنجح وعايز تجيب درجات، لا ابتدي اشتغل بلغه قسمك، ابتدي هو نفسه هلاقيه بطور له اللغه، بس انا اللي بساعده، يعني انا بمد له ايدي وهو هيبتدي ان هو ينسجم معايا ويتفاعل معايا، وده يبقى بقى نوع من التعليم التفاعلي اللي ممكن يطبق عن طريق البلاك بورد. القصص والروايات اللي تحولت لافلام. انا ممكن اعمل طريقه، دي بقى مش محتاجه فيديو ولا محتاجه اي حاجه، ان انا اقول للطلبه بتوعي مثلا احنا بندرس الروايه المعينه او القصه المعينه، دور لي على المسرحيه او الفيلم اللي اتعمل ليه علاقه بالروايه دي واتفرج عليه، وقارني الفيلم بالنص الاصلي، ايه الاختلافات؟ طب هل الفيلم اضاف حاجه للنص الاصلي؟ طب هل النص الاصلي احلى من الفيلم؟ ويبتدوا هم يعملوا مقارنه. كل ده برده بلغه التخصص، يعني انا بزود له لغه التخصص، كل ده هدفي اساسا. زي مثلا
طبعا الكاتب الكبير نجيب محفوظ ليه 21 روايه تحولت الى عمل فني، منهم بقى بين القصرين، قصر الشوق، الطريق، القاهره 30، ليه اعمال كتير قوي تحولت لافلام. فانا سي لو بدرس مثلا الاديب والكاتب الكبير ده ممكن اقول مثلا لا ارجع هات لي الفيلم اتفرج عليه وقارنه لي بالنص الاصلي. اظن دي حاجه هتبقى كويسه جدا وحاجه بيقدروا يستخدموا فيها اللغه. بعد كده وصلت لاخر نقطه عندي، النقطه السادسه. طبعا كلنا عارفين الشكل ده وشفناه كتير جدا في لوكس تاكسونومي، ودي الحاجه اللي احنا بنعمل عليها الاي او اس والكورس فايل وكل الكلام ده. بس احنا انا اسفه بس احنا عايزين بقى فعلا اطبق النظام. على فكره الهرم ده مهم جدا، ولو انا عرفت ازاي اطبقه في الوضع في الادب فدي تبقى حاجه انا من وجهه نظري صغيره قوي تكون حاجه عاليه جدا. اول حاجه احنا بنبدا بالريمبر والاندرستاندنج، وبعدين بنعلى بقى ولحد ما نوصل للكريت. ازاي اوصل لاعلى حاجه؟ انا خليت او بتقول لحتى الطرق اللي انا قلتها الخمسه الاولانيين، قصص، روايات، اديته امثله عليها، خليته يقدر ان هو يحل وينقد، ما سبتش اي فرصه ليه كطالب ان هو ما يقدرش يعمل حاجه في مجال الادب بانواعه. فخلاص في بعض الطلبه هلاقيهم بينسجموا معايا ويبتدوا لا انا عايز بقى انا الف، ودي برضه عن طريق المسابقات. انا مين يقدر ان هو يالف لي شعر بلغه القسم؟ مين يقدر ان هو يقول لي قصه قصيره بلغه القسم عنده؟ مين يقدر ان هو يكتب روايه؟ وانا هعمل مسابقه ومين احسن اداء؟ ده طبعا الحقيقه انا عملت ده، والطلبه الموجودين كلهم برضو من جامعه فارس، وفي منهم من سنه اولى وسنه ثانيه يعني مش طلبه كبار، وقدروا ان هم مجرد ان هم يخلصوا الكورس يوصلوا لمرحله الكرييت ان هم يالفوا حاجه ليهم هم. هنتفرج على اول طالب الف شعر هو كله ان انا خليته باللغه العربيه. العربي كلنا هنفهمه،
الاتجاه في المنام. كنا في مكان واسع وضلمة جدا وكنا سامعين بعض لكن محدش فينا كان شايف التاني. فضلنا نلف في المكان ونخبط فوضى في كل حاجة ونقع لدرجة إننا خبطنا بعض وما حسيناش وكملنا لف في المكان لحد ما طلع بره. وجدي أصلا كان دايما يشتكي من ركبته ويلف عليها خيوط من الصوف. حتى أنا كنت دايما أتريق بيني وبين نفسي إيه اللي جدي بيعمل ده؟ وبعدين المكان بدأ ينور بينا بالتدريج وكل واحد عمال يفتح عينه كتير ويا دوب نص فتحه كانت كافيه ان انا اشوف المكان من حوالينا. شفت حاجات غريبه قوي، شفت كتب كتير كانت مصفحات، شفت اتنين كانوا بيرسموا، واحد كان بيرسم بريش على لوحه، التاني كان بيرسم بزراير على شاشه. الرسمه اللي على اللوحه كانت عباره عن تخيل وتكنولوجيا حديثه، الرسمه اللي على الشاشه كانت عباره عن ايام زمان وشكل الناس والشوارع الفاضيه. شفت كمان فيها نيل وناس كتير قاعده على شط بتستمتع. شفت البار التاني كان عليه زباله كتير قوي ومحدش بيقربه، شكله كان يخوف. ولمحت جدي ونادقت عليه وانا قلبي بيرقص بفرحه، يا جدي ازيك يا حبيبي، ازيك يا جدي، كده يا جدي كده ما تجيش تزورني ولا مره، ده انت من ساعه ما مشيت وفي حاجات كتير قوي اتغيرت. طيب ما انا كنت بتاخدني معاك عشان ازورهم ما بقتش بسال عليهم، حتى صلاه الجمعه بقيت اروح اصليها لوحدي. انا حتى بقيت كل ما اكون متضايق من حاجه او حتى فرحان ما لاقيش حد احكي له، مفيش غير الموبايل بتاعي هو اللي دايما متواجد، هو دايما اللي بيسالني اقول اللي انا عاوزه. انا جدي بقيت حاسس قوي ان انا ضعيف قدام الحياه. انا كنت بدمع بعيط لان هو بيتكلم عن حلم كان حلمه وجده اللي توفى. شفنا قدرته على الوصف، طبعا ده بنوصل للمستوى ده بعد دراسه قصص كتير، بعد دراسه اشعار كتير، بعد التعمق في دراسه الادب نقدر ان احنا نوصل لاعلى مستوى هو الكرييت الموجود في بلومز تاكسونومي. كده انا خلصت الست نقط، اتمنى ان هم يكونوا فادوا حضراتكم، واتمنى ان الطرق دي فعلا ان هي تستخدم اونلاين، كلها تنفع تستخدم على نظام البلاك بورد في الابلود الفيديوز، وممكن كمان نخلي الطلبه يعملوه از اساينمنت، انه ممكن اخلي لو انا مثلا عامله مقسماهم جروبس مثلا وكل جروب هيعمل مثلا مسرحيه وجروب تاني هيتكلم هيعمل شعر وما الى ذلك، ممكن يبقى ده كاساينمنت ان هم يعملوا ابلود وان انا اقيم، مش لازم بس يعني في خلال المحاضره. بالحقيقه فعلا بلاك بورد مليان مليان اوبشنز كتيره جدا نقدر ان احنا نستخدمها في التعليم، وهيساعدنا جدا على تطوير التعليم سواء في الادب او في باقي المجالات. وعلشان كده احنا جبنا different resources for online learning، دي سايتس كلها اي حد في اي مجال لينجوستكس ادب ترجمه اي مجال يقدر ان هو يدخل من عليها يجيب افكار بقى تانية غير اللي انا قلتها. الافكار دي هتساعدكم اكتر من حضراتكم تلاقوا طرق جديده للتدريس، و يعني مليانه طرق للتدريس الاونلاين مفيده جدا. شكرا جدا. انا بشكركم كلكم واتمنى تكونوا لقيتوا حاجات جديده تفيدكم اكتر وتسهل شويه موضوع الاونلاين كلاسز وخصوصا في الليتشر. في افكار كتيره جدا غير اللي احنا طرحناها النهارده ممكن نستخدمها كل واحد في الماده بقى اللي بيدرسها في العصر اللي بيدرسه في طبيعه كل حاجه. يعني احنا هنطوع الحاجات دي كلها بحيث ان احنا نقدر نستخدمها حتى بشخصياتنا المختلفة، يعني مش كلنا شخصيات مختلفة بنتعامل مع طلبة بطرق مختلفة، فكل واحد يقدر يطوع الحاجات دي حسب شخصيته حسب برضو الطلبة اللي قدامه ومستويهم وعددهم. عددهم العدد الكبيرة مش صح اللي بيقولوا ان احنا ما نقدرش نعمل معهم اكتيفيتيز خالص، لا بنقدر نقسمهم وبنقدر نتحكم وبنقدر نعمل معاهم الاكتيفيتي، واللي بينجح ده اكتر ان هم يبقوا حابين الاكتيفيتي نفسه فبيبقوا مركزين فيه بيتلموا فيه بيشتغلوا مع بعض بيكتسبوا مهارات تانية بقى العمل الجماعي speaking reading listening كل المهارات اللي احنا مفروض كل موجوده في كل اللغات هم بيكتسبوها بس
من قرايتهم وتحليلهم للأدب ومع التعليم التفاعلي في قلب المحاضرة والتعليم التفاعلي اللي احنا هننقله معانا اونلاين. اونلاين مش حاجة صعبة ومش حاجة غلسة، احنا نقدر بأفكارنا والتعاون كمان مع الطلبة ان احنا نقدر نخليها حاجة شيقة جدا، حاجة الطلبة يبقوا حابين يحضروها زي ما يعني معظمهم بيجي المحاضرات الاكتشوال لكتشرز يعني. وطبعا مع التخوفات، في طلبه كثيره ممكن تبقى متخوفه ان هي اوريدي تيجي الجامعه وتختلط بالناس، فيلاقوا محتوى شيق ممتع يقدروا يفهموا منه كل حاجه احنا عايزين نوصلها لهم. فميرسي لحضراتكم جدا، انا استفدت. اتفضل. هو سؤال حضرتك الدكتور صح قلنا البرميشن على حاجه معينه، هو زي ما الاستاذ حضرتك كانت بتقول طالب ممكن بالهديه ممكن بالكلمه الحلوه ممكن في طالب بقى اللي خلق معاه هديه واكيد ممكن يروح الشغل ولا عايز ده هنا ولا عايز اي حاجه، اللي بيشده بس ثواني يا دكتور اللي بيشده الدورات. فهل يا دكتور صح هل اقدر مثلا لو طالب سالني الفيديو ده ممكن يجي في الامتحان، هل يبقى في جزء من الامتحان اونلاين وجزء مثلا هو كليه يعني في جزء او حتى مين ترم يعني؟ فهو برضه ارجع واقول لكم انتوا ما قريتوش الباوربوينت برزنتيشن بتاع الدكتوره نورهان فنانكي اللي انا شاركت معاكم كلكم، هتلاقي في توزيع درجات على حاجات كويزز اونلاين، في توزيع التقييم للطلبه شكله عامل اوكي، انما كوني اديله درجات على الفيديو هيجي في الامتحان، ما هو لو المضمون مثلا الثوره الفرنسيه وهو عامل فيديو، معلش احنا بنرجع له على طول عشان الثوره الفرنسيه مثلا هو عامل الفيديو على الثوره الفرنسيه هيجي في الامتحان طبعا، الثوره الفرنسيه هتيجي في الامتحان، انما مش هو الفيديو ده شخصيا اللي هيجي في الامتحان يعني. المحتوى يا دكتور هو المحتوى هو اللي يسال، عشان يتشد اكتر فهو بيبقى عايز ده جاي ولا مش ده، سؤاله معين ايه كل شويه يساله لنا يعني ده هيجي حضرتك يعني مثلا ممكن تقول والله الحاجات اللي انا عملتها في الماده العلميه اللي انا اديتها وعملت عليها ميد تيرم وعملت عليها كويزز، انت مطلوب منك ثلاثه كويزز اون لاين أرجوكم تقروا هذه البرزنتيشن، أنا عم بقول امتحان فيها فإحنا ممكن نقول للطلبة والله الجزء ده اللي خلصناه وأخدنا عليه درجات كتير وقيمناه وكل حاجة خلاص خلصنا منه مش هيجي في الفاينل، بس مش ممكن تعمل كده، لا أيوه كل حاجة طبعا بتيجي في الامتحان، مش كل حاجة تيجي في الامتحان، كل حاجة هتتقيم بطريقه او باخرى، سواء كويز سواء اسايمنت سواء انترن سواء فاينل، عندك كذا طريقه للتقييم، وبالتالي كل الماده العلميه او المحتوى العلمي اللي بياخدوه هيتقيم بطريقه او باخرى. عايزه اضيف حاجه على حضرتك انه احنا بنستخدم الحاجات دي عشان نوصل المحتوى العلمي اللي حضرتك مجهزه، يعني مش بنجيب حاجه جديده ولا هم بيعملوا حاجه جديده، لا هو ده المحتوى اللي حضرتك اوريدي محضره للطلبه، بس هم بيعبروا عنه بطرق مختلفه علشان حضرتك بس تتاكد انه وصل لهم، حضرتك فاهمني؟ انما المحتوى حضرتك اللي هتحطه بس هو المحتوى بتاع حضرتك، الطرق دي كلها بس علشان الطلبه تبقى موجوده في العمليه التعليميه وهم جزء كبير منها، لانه هو ده المفروض يحصل. فالحاجات دي كلها هم بيستخدموها عشان ما يبقاش الطرق التقليديه اللي احنا بنعمل بيها بنوصل بيها المحتوى بتاعنا، دي طرق غير تقليديه نوصل بيها المحتوى اللي هم هيمتحنوا فيه ويزلز ولا كمبيوتر ولا في الفاين. ما التوصيل ده انا لميت فيه يعني، بس بتكلم في حته تقييم الدكتوراه اللي هو فعلا التقييم ده يخلي الطالب يبقى مندمج اكتر ويحاول بشكل اكبر ان هو يفهم الفيديو ويعمل صحيح يعمل كده، ده اللي احنا بنحاول بقى نعمله فعلا في الايه في الكلاس الاونلاين والاكتوال كلاس. ميرسي. اتفضل. انا عايزه اضيف حاجه مش عارفه يمكن اتكلمتوا فيها قبل ما اقول على طول، بس من يعني من ضمن الاكتيفيتيز اللي انا شفتها الطلبه عملوها يعني كان دو
مجموعه كده درستها مش هنا فاروس في وبرضو بناء على كلام ان الطلبه ما بيقروش الروايات, فدي التجربه كانت على روايه تقيله قوي يعني كبيره جدا, The Mill on the Floss لطلبه الادب الانجليزي هيكونوا عارفينها. فالطالب طلع عمل برزنتيشن عباره عن اغنيه هو الفها بالمزيكا, طلع عزف بالجيتار, ما كانش اونلاين بس هو ممكن تعمل اونلاين بالجيتار, وهو الف الاغنيه من الالف للياء عن الروايه كلها من غير ما يكون قرا, اوكي, بس فهمها وفهم الروح بتاعه, والفصل كله بقى يغني معاه ويسقف ويعمل يعني كانت فيستا. فالشباب برضو بيحبوا الميوزك جدا, ممكن يبقى راب, ممكن يبقى ما اعرفش ايه بقى الحاجات الجديده اللي طالعه, اوكي, في حاجات جدا الكترونيك, فممكن هم في البيت يجهزوا برضو بالطريقه دي, ويعني زي ما بتقولوا يعني لا هم بيحبوا ايه, بيحبوا الحاجات دي, بيحبوا ايه, ونخليهم هم يوظفوا حبهم ويطلعوا الكرياتيفيتي بتاعتهم بالطريقه دي. شكرا جدا دكتور سحر, ميرسي لكم كلكم. والله احنا اللي بنشكركم جدا جدا, دي كانت جلسه فعلا ممتعه, وحسستوني ان انا اقعد في البيت بقى خلاص, ما يعرف جاري.